مدحت مجدي مش ريفيورز. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا مدحت وانا مجدي وده حماصه كده بساط لو صدعتوني هطلع حماصه لو مش شايفينه. فبس احنا يعني مش ريفيورز، احنا يعني لقينا القصه بتجيب فلوس وبتاع وبنحب الاكل، فقلنا لما نطلع ناكل بقى فنطلع نهزر معاكم شويه وناكل ونتمنى نكون خفاف على البوك كده شويه. النهارده هيبقى النهارده هيبقى هنعمل لكم زي برجرز، او مش هنعمل لكم يعني احنا هناكل برجرز مش عارف. حلقه النهارده هتبقى برجرز كتير، برجرز كتير فشخ. مش عارفين المطاعم اللي جايه لنا النهارده، المخرج بتاعنا جابهم وما رضاش يعرفنا عشان يبقى نزاهه وشفافيه. ويعني اول حلقه دي هتبقى تشالنج، بس بعد كده عندنا بقى شويه حاجات تانية، ريفيوهات طلع ناكل معاكم ونعرفكم المطاعم دي حلوه المطاعم دي وحشه، ونتمنى يعني تقبلوا اللي احنا هنقوله. طيب قول لي بقى استاذ محمد عندنا ايه النهارده؟ عندنا خمس مطاعم، اول مطعم ويلز كيتشن، بعد كده عندنا منس، وعندنا ديدز برجر، وعندنا برجر كينج، وعندنا بافلو برجر. هيدخلوا لكم طبعا مش بالترتيب ده، وكل واحد هيغمى عينه وهيحاول ان هو يخمن ايه هو الساندوتش اللي هو بياكله. جاهزين؟ جاهزين. انا جاهزين. بسم الله. ممكن جلافزات بقى ومناديل وحاجات. اصرف اصرف ما يهمكش. ويلز معانا. ويلز معانا؟ ويلز يا ابني. ويلز ويلز ودادي ومنس و جاهزين؟ وبرجر كينج. يلا برجر كينج. طبق فين؟ فين الانتاج؟ ممكن جلافزات ومناديل؟ ماشي. مبدئيا ده بنايه. سبحانه! المعجزه دي. هو كله يا فنان تشيز برجرز بس؟ طيب ده عليه سمسم، ده شكله عليه سمسم. طماطم في تحت، ده خاص ده. لا دي طماطم برضه. هو انت لبسته لبس الجلوفز في ديك الاثنين؟ اه ماشي. امال عرفت مين ده؟ طماطم. اتوقع يا اخي. ابدا من غير ما تفحصه. ماشي. بقي راح فين؟ حد شاب بقه يا جدعان. وبعدين بقى في الحيرة دي بقى، يا ترى هو؟ نظافة دي. صح ولا ايه؟ يا عم كله وانت سافر. ايه؟ هعرفه امتى؟ الموضوع صعب قوي، تصدق طلع صعب قوي؟ انا كنت فاكر اني اعرف اول ساندوتش كده على طول. هو احنا الاثنين مش واخدين نفس الساندوتش؟ هو نفس الساندوتش. طب امال مالك في ايه؟ انا ما اعرفش ليه حاسه بفلو. يلزمك ده. عايز الشوكولاته بتاعتك؟ انا حاسس اني وصلت للاخر ولسه ما وصلتش. بص انا احترت بس هو ده. بص هو حلو فاهم. بعد ما دقنا حلو. نبدا ممكن نقيم ونقول مثلا الاول نقول تقريبا ايه المطعم. على ما اعتقد المطعم بافالو. اي جس من العيش والطعم ان هو سموكي شويه فحسيته بافالو، والطماطم الكبيره دي مدي ان هو بافلو. انا برضو شايف ان هو بافلو. دي السنيولينا اللي على الفوق ده والطعم السموكي والطماطم الكبيره فعلا. بافلو بيحط حته طماطم محترمه كده. ندخل على التقييم. انا اديله 6.5. هو العيش فريش بس اللحمه المفروض ان الساندوتش ده تشيز برجر، فانا ما دقتش اي تشيز خالص. ما حسيتش ان في تشيز في الموضوع خالص، بس اللحمه طعمها حلو وسموكي ظريفه كده، طعم التدخين فيها جميل، وحته اللحمه حلوه محترمه كده. تمام. حسيت العيش فريش؟ حسيته فعلا. انا ليه حسيته مش فريش قوي؟ بس عامه يعني بالنسبه لي التقييم اديله 7، يعني يعتبر نفس البوينتس. الفكره كلها ان الجبنه ما حسيتش بيها خالص. البيف سموكي وحلو، بس هي يعني مشكلته الطماطم الكبيره قوي دي بتغطي على طعم بقيه الساندوتش، بتحس ان انت في خناقه يعني. بس بعد كده هنخش على الاسعار. اديله
40 جنيه 45 جنيه بالنسبه لي. اديله ان هو يبقى فرنش 60 جنيه. انت عشان مش عايز تدفع ولا ايه؟ لا انا مقيمه كده بصراحه، ما يبقاش اكتر من كده يعني. اديله 55 60 في الرينج ده يعني. شكلك حافظ هو... المنيو بتاع بكره. لماذا نحن هنا؟ حاسس ان انا انت كمان ولا لا؟ ايه ده يا راجل؟ ايه ده؟ على فكرة عرفت حاجة كده. حاجة اللي فات ده كان من برجر كينج. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ انت دقت؟ هو؟ دقت؟ ده حبيبي ده. لكن ده حبيبي انا. ده برجر. بص احنا المفروض يا معلم نقول مع بعض. يعني فاهم اللي هو انا اصلا مطعم عليك. ايه نقول مع بعض عشان انت بتغش مني. بغش منك ايه يا عم؟ انت بتقول حبيبي، انا مش عارفني حبيبك مين. بس هل هو حبيبي ولا مش حبيبي؟ ولا استنى كده مجرد. انا مش فاهم حاجة. دي طماطم ولا ايه؟ يا دي اول طماطم دي اللي فيها دي. لا ولا ايه ده؟ برجر كينج. هي ايه ده اللحمة ملهاش طعم ليه كده؟ انا خدت حتة لحمة لوحدها طعمها وحش قوي. ملهاش طعم. عايز مناديل انتاج. اي حاجة. يا جماعة بجد هو ده. هو لخبطة ولا هو سيكا فعلا. ده اسمه ايه؟ يعني بص انا استنى ما تقولش. انا مش لا ما هو ده مش ده خالص. بس تصدق في حاجه لا في لخبطه. استنى كده انا خلصت خلاص. انا تمام. انا طفنا تهت جدا وانا تهت جدا. بس يعني هو عارف بقى موضوع نشغل مخنا شويه يعني تستبعد حاجه عشان تبقى حاجه. انت عارف لو في صح وغلط. هو الفكره ان الاثنين دول البان بتاعتهم شبه بعض كده. ان كل السندوتشات كلاسيك فهم قريبين جدا من بعض في يعني. في مشكله ثانيه ان انا نسيت احنا عندنا مين. احنا كان عندنا مطعم مين بس ده انت حاسه ايه؟ نقول قدام الكاميرا. تمام اقول. ما احنا قدام الكاميرا. انا محتار بين اثنين، يا داديز يا اما برجر كينج. لانها برجر كينج ما اكلتش فيه من زمان فمش عارف هو شكله عامل ازاي. بس هو في الحاله يعني بس انا يعني في الاغلب هروح لداديز برجر عشان يقيس المينو برضو اللي على البتاع من فوق ده. طيب عايز اسال بس حاجه، انت اللي فات كنت شايفه ايه؟ بفر برضو. طيب الفكره كلها ان دلوقتي انا محتار علشان برجر كينج يعني يعتبر نفس ستايل الساندويتش. بس الفكره كلها ان هو برجر كينج من زمان اللحمه بتاعته رفيع مش تخين. فانا مش حاسه برجر كينج، واللي فات حاسه بافلو. فده عامل لي لخبطه. فعلى ما اعتقد داليز. تقييم كل الفلوس تدفع فيه كام من الاخر؟ 40 جنيه. بقى كرمه. تبقى كرمه. انت اللي بيدفعوا 30 جنيه ويمشوا؟ غير تبس. لا انا شايف انه 50 55 لان السندوتش بصراحه مخدوم. بس هم ضايع منهم شويه بس هو مخدوم. يقول لك دافعين في الحلقه 400 جنيه وعايزين هير ستايلست. والله ده عالم. طب والله عشان. ايوه امال هياخد اكتر من كده؟ ده بالاكل خد بالك. الاكل احنا دافعين في الاكل. بقول لك البتاع دي بتتلكك عشان تقع. لو وقعت في نص البتاع انا ماليش دعوه. يا رب الساندوتش ده يطلع حلو عشان حاسس ان انا يعني بالبتاع دي بقيت شبه الدبان. ايه ده؟ يا على بس ده سخن وقمر. ده سخن وقمر. انتوا مسخنين ولا ايه؟ ايه ده؟ ده سخن بس يعني سخن اكتر من تحت. يا نهار ازرق. بقول لك ايه؟ لا ما تقولش. ايه ده ريحته حتى حلوه. ريحته مختلفه عن النوم غير اللي فات. اللي فات كان مدي ريحه برجر كينج. بقول لك انا حاسس اني عكيت الدنيا خالص. ممكن عيد السؤال ثاني؟ قول السؤال ثاني. وانا عكيت الدنيا ثاني. يا نهار ازرق. يا دي النيله. لا. على فكره في حاجه بقى. ممكن المطعم يكون مخيش يا كابتن في المره دي فما يطلعش هو نفس الطعم. ده داديز. داديز صح؟ او ويليز. انا بقول لك ايه؟ ده مش ويليز. ده مش ويليز خالص. اللحمه دي مش ويليز. اللحمه دي ناشفه قوي مجلده. مالك يا حاج قرفان مني كده؟ زي ما اكون في حد هام تحت درسك. بس دادي
ده نحس ان احنا بوظنا التقييمات كلها. انا عايز مش هيشوفنا ده احنا الناس هتاكلنا. كميه الديستراكس هتبقى عظمه. بس الساندوتش ده الجبنه فيه باينه قوي حلو. اللحمه مجلده منهم تجليده سيئه. تشاعه احنا. بس بقول لك ايه، اللحمه سميكه برده يعني. بص لو كانت ظبطت كان هيبقى ساندوتش عالمي. بالذات ان هو حاجه كلاسيك يعني، حاجه ما فيهاش تحويل كتير يعني، هي الجبنه والبرجر وبتاع. يا رب اوصل منديل. ايوه في حاجه غلط. ايه؟ وانا قلت اني ما جربتش دادز قبل كده. انت ما جربتش دادز قبل كده؟ ولا انا؟ ما احنا بنفتي ليه؟ انا حاسس ان ده دادي. ده مدي ده لان ده حاجه انا ما دقتهاش قبل كده. ده طعم مش اللي فات وانا يعني عارفه. ايه ده؟ ده اللي ملخبط الدنيا. اللحمه دي وحشه قوي. اللحمه دي وحشه قوي. انا دلوقتي جيت تحت بقي حسيت ان هي زفره. يا عم ما تقرفناش بقى. عم تعرفناش بقى. انا اتضايقت. انا دلوقتي اتضايقت. بص هي دي يعني هنمشي بقى بنظام ان احنا نخسر واحده وما نخسرش كله. اعتقد ده بقى ممكن انا ما اعرفش بالنايت برجر كينج برضه شكله عامل ازاي. ده مش برجر كينج يعني. ده ممكن يكون داديز يا جماعه. ده داديز بس يعني الفكره برجر كينج لحمته رفيعه. انا متضايق من ده قوي. فاهمني؟ ما بتبقاش بتبقى قريبه. بص برجر كينج قريب من ماك بس هو الفكره ان برجر كينج دايما. ايوه برجر كينج بالنايت ساده ما فيهاش سيميولينا. فده مش اعتقد داديز. مش فاكر. ده داديز بس برجر كينج دايما في سموكي. خلاص ده داديز يعني اطفي قيمه ورا يعني بصراحه. أربعة عشان فعلا اللحمه صعبه جدا. لحمه طعمها مش يعني هي سميكه وكل حاجه. واحنا مش هنقلع يا استاذ. احنا عايزين نقلع عشان انا حاسس ان انا اديله. بس والله الساندوتش فيه يعني فيه. هو مخدوم. لا مش مخدوم قوي برضو. لا اديله تلاته. في جبنه وفي صوص و جبنه بس اللي كانت باينه قوي في الطعم. اللحمه بقى زفره زفاره مش طبيعيه بجد يعني. اخر قطمه دي انا اكلتها ديت بطريقه وحشه قوي. اللحمه سيئه جدا جدا جدا. تدوا سعر الساندوتش ده كام؟ انا اعتقد حوالي 60. بس هو ما يستاهلش 60 دي الفكره. بس رايك ايه؟ 50. 50 حلوين. انا يعني قيمت ده على اساس الجزء بتاع البيف كبير يعني. بس الباتي نفسها يعني. الباتي نفسها كبير. ماشي. طب واحنا وبعدين بقى في الحيره اللي انت فيها. والله بص يا عم ده هو ليه دايما بحس على الساندوتش كتير قبل ما اكله مش عارف ايه. ماشي عرفته ايه بقى. احنا سخنين ما عرفناش حاجه خالص. اقسم بالله الناس هتدينا بالجزمه. ده يبقى كرمونا والله. لما نخلص لما تزهق مننا يا استاذ قول لنا بطلوا اكل عشان احنا انا تقريبا ده ويليز. بس لا انا اسف. لا اسف مش صعب يعني بحب ويليز جدا. طب ظبط وكلمني انا اشوف ده ايه. طب عليك ثلاث كلام عايز تقول ظبط وكلمني ده انا عارف. انا خلصت عارفك بالذات ده. ده الناس بقى عارف لما الناس تدينا بالديسلايك في وشنا نستحلف كلنا هنا. طيب انا مش عارف ده البرجر ده حيرني بس هو حلو. البرجر ده كان حلو وكان جوسي كده ومليان صوصز وبتاع. على ما اعتقد هو يعني حسيته يعني ويليز بس هو احنا يعني ده مش ويليز. انا مش عارف بس يعني عشان احنا قلنا حاجات كتير فاتت فده ملخبطني. حسيت ان احنا عكينا في اللي فات جامد. بس فانا مش عارف اقيمه ولا قول اسمه. هو مين اصلا؟ مينس. ده مينس على فكره. ده مينس. تصدق جبته. ده مينس. بس انا خلصت. لا انا شايف انه برجر كينج يا عم. مش برجر كينج خالص. مش قريب منه حتى. بص هي البنايه الفلات دي يا مينس يا برجر كينج.
بس مينس ما فيهوش الفليفر بتاع اللحمه ده قوي. ولا برجر كينج دي كانت سموكي؟ لا مش سموكي بالظبط. برجر كينج سموكي جامد. وبرجر كينج اصلا بيحط بصل وطماطم يعني ما ده كان فيه بصل وطماطم. لا والله انا اكلت حاجه تاني ولا ايه؟ بس فا لا مش عارف يعني بس لا حاسه مينس اخر كلام. برجر كينج ممكن نخليه مينس عشان لما نتقفل في برجر كينج هو جاي تاني. نخليه مينس مش تاثيرا من مجدي. استعبط يا اخت استعبط. بس هي المشكله ان ممكن. انت الحاجه ورا بعضيها الاطعمه بتروح دماغك بتبوظ يعني فكره انت يعني كله برجر كل واحد ليه يعني طعم معين او تحسه ليه سيجنتشر مختلفه. بهدلنا الدنيا خالص. بس بيتوهك. تقييمي 7. 7 ظريف. العيش كان بيشد شويه. اللحمه طعمها حلو بس الفليفر بتاعها غريب فيها بهارات غريبه كده ما اكلتهاش في ولا طعم تاني في ولا مطعم تاني. بس والساندوتش كان جوسي قوي يعني كان ظريف. رايي 8. طعم اللحمه كان نوعا ما لطيف. كان الساندوتش كان جوسي ومليان صوصز وبتاع لا يعني كانت كاوفر اول التجربه كان لطيف يعني تاكله تتبسط. تقريبا تدوله سعره كام؟ ممكن يعني ده اديله مثلا 65 الرينج ده. 60 انت على استحياء كده ليه؟ قول 60 عادي. 60 عادي. بس خلصنا ولا عندنا حد تاني؟ احنا لسه باقي مطعم. فاضل مطعم صح؟ ده احنا بص عايز اقول لك هبدنا ده ده, ده ده مش هنجيبه خالص بقى بعد كل اللي احنا قلناهم ده مش هنجيبه. وانا نفس الكلام. بس هو الفكره كلها ان ده كلاسيك فممكن معرفش. انت عارف المشكله في ايه بقى؟ بوليس في كلاسيك يبقى عامل ايه؟ المشكله ان المطعم ممكن يكون مره مخيش في اللحمه فاللي قبل كده كلهم يعني كلهم نفس البنايه كلهم نفس الحاجه يعني هو لو الطعم مخيش فانت دماغك راحت في داهيه. ما انت عندك الرك بقى على الكواليتي كنترول. لو في بقى كواليتي كنترول والحاجه طالعه يعني هي مش عارف والله يعني احنا كواليتي كنترول ايه ده احنا بقنا بص. بقول لك ايه؟ قول لي ايه؟ يا رب ده ما يطلعش ويلز. ايه ده لا ده البنايه ما فيهاش حاجه يا عم. ايه ده لا فيها؟ ايه ده؟ هي دي ازاي يا جدعان؟ ما مش عارف ايه الشغلانه دي؟ ايه الريحه دي؟ ما ريحته غريبه. ايه ده ريحته عامله زي استنى ريحته عامله معرفش قريبه من المحشي شويه مش عارف ايه. انت دقت؟ ايه ده انا دقت يا استاذ. المفروض ندق يا عم. انا عارف انا خدت ايه. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ محدش يقول عشان ده هتقولوه مع بعض في نفس واحد عشان ما حدش يغش من التاني. عارف المشكله في ايه بقى؟ ان انا زعلان من نفسي والله. كنت فاكر اني اجمد من كده وبتاع. ايه ده؟ دي بصله؟ يا دي ام البصل. بقول لك ان بصله قد كده. ايوه يا عم. لسه جايه تحت بقي. عشان كده بقول لك طعمه محشي. ريحته محشي. مش يا عم مش عارف اقول البصل. انا احترت شويه. انا تايه. تايه بس يعني تمام يا استاذ بس نفسي اكمله. بس يعني بص انا مش عارف بس يعني انا ماشي يلا انا جاهز. جاهزين تقولوا اخر مطعم معانا كان ايه؟ جاهزين. هنعد مع بعض ومع اخر رقم. انت عرفت ان هو غشاش. انت خدت بالك ان هو غشاش. هو برضو مستني. استر يا رب. جاهزين؟ 3 2 1 ويلز. جامد. طلع لا احنا بقول لك ايه انا هرجع لك الاثنين نطلع غلط والله العظيم. لا ده ويلز وش يعني ده ويلز وش. ويلز وش اللي قلت انت قلت على كذا حاجه وش برضو. لا انا ما قلتش على ويلز وش. لا ما قلت مش ويلز قلت على كذا حاجه وش. هو كام حاجه تلخبط بس ده ويلز ده اكيد ويلز اللي كان في الاول. اول واحد ده برجر كينج اديله كام من 10؟ لا انا ويلز شهدت فيه مجروحه بصراحه. ده الساندوتش خطير 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 يعني حته اللحمه طعمها خرافي البنايه ما فيهاش كلام. ف
طب معلش انت متاكد للدرجه دي ان هو ويلز؟ اصل انا ويلز ده هيطبل على الفاضي. على فكره انت شكلك وحش قوي. ماشي مش مهم بس يعني هو ده المشكله ان ده الفليفر اللي انا كنت عامل يعني ده المطعم الوحيد اللي انا كنت من اول بص يعني حاول ما تفرداش قوي عشان استر يا رب. خلاص يبقى مش ويلز. طب ايه هو ويلز ودي له 9 عشان نكمل لوحده. طب ايش يا مجدي كام؟ ديله 9 برضو مش عشان حاجة يعني عشان هو يعني اخره 9 عشان ويلز. البان كان حلوة جدا ومشكلته بس في البصل يعني بقولك يا ديله 8.5 مليان بصل يعني انا بحب البصل جدا بس هي الفكرة كلها ان طب يعني انت عارف ان دي من الحاجات اللي انا بحبها جانب اللي يبقى مليان بصل للدرجة وكمان البصل بتاع ويلز ما بيبقاش يعني ما بيبقاش متشوح لا بيبقى لسه ني شوية فانا بحب طعم البصل الني شوية ماشي انا بحبه بس ما بحبش ان هو يبقى فيه يعني فاهم يعني بصلايه قد البرجر نفسه وانا باكل ده كان بس هو مش كبير قوي للدرجه كان ده عيبه يعني هو يعني الساندوتش كان عيبه بس البصل يعني لو كان قل شويه كان يبقى احلى فاديله 8.5 كل حاجه الناس ما تقولش ان احنا برضه بنقول زي بعض كده ان هو يلا تدي سعر للساندوتش كام ويلز هديله 70 عادي لحد 80 لو هو عايز انا هنا ادفع عادي لا ويلز مش غالي يعني ويلز مش غالي مش غالي بس يعني في اللذيذ هديله 45 ل 50 لو غيري ما عندناش مشاكل يا يعني رب ما ياخدوش بكلامنا متخيلين من اللي كسب بقول لك ايه احنا رجعنا بص هو الفكره انت اللي هيكسب مش هيكسب من هو ايه المطاعم اللي هو عارفها لان دي راحت في داهيه دي راحت في داهيه انتوا عرفتوا اخر مطعمين بس اللي هو كان اخر واحد كان ويلز واللي كان قبليه كان منس اللي انا كنت محتار فيه اللي انت غشيت فيه من مني. مجدي يا عم يا كمان اللي غشيت مني طب يا جماعه اللي اتفرج على الحته دي والنبي ما حد يرجع يقول لنا والنبي ما حد يرجع كان شكله بيحور والنبي ما حد يرجع عشان انا كواحد ورا الكاميرا انا بقول مضحك كان بيحور بس انت خدت البوينت بس هي مش هتفرق حاجه عشان ده بس يا عم انا بحب البوينتس الحرام انا راجل لعين يا اخي بس ربنا مش هيبارك هي مش هتفرق عشان في واحد كسب بفرق الاصوات للاسعار اقرب واحد كان للاسعار ايوه تتخيلوا مين اكيد انا لا واثقه من نفسيها مش واخد بالها انا مش عايز اتخيل اللي مش عايز اخسر ها اقرب واحد وصل للاسعار المظبوطه ما قالش الاسعار بالظبط بس كان اقرب واحد للاسعار كان مدحت ايه ملعب ايه البس اقول لك ايه لا راجعني بقى الفوتج دي معلش انا شوف الواد ابن الكلب بيقول ايه احنا جامدين قوي طيب يا جماعه بعد ما عرفنا مين اللي كسب باكتساح ما غشش طبعا الموضوع انا عايز اشوف فواتير انا هنقفل وهنشوف فواتير راجع المين راجع بس كده يعني احنا النهاردة خلصنا كده ممكن الحلقة الجاية بقى طالما انا اللي كسبت تقول لي ممكن اعمل ايه في مجدي يا ريت الموضوع يبقى بالراحة وريت اصحابنا ما يعملوش كومنتس خالص لا يعني لا 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 يتعمل فيا ايه ولا اي حاجة عايز عقاب ارمي البلكونة عادي عايزين ابسط حاجة يعني طالما حاجة هتموتني على طول انا موافق تمام بس كده غير العقاب بتاعي اللي انتوا هتكتبوه يعني اكيد فيا ريت تكتبوا لنا عندكم افكار معينة حاجات عايزين تشوفوها في الحلقات الجاية مطاعم محددة بتاع اي حاجة من الحاجات دي اكتبوها لنا تحت في الكومنتس ريت اصحابنا ما يكتبوش برضو لا يكتبوا عادي طالما مجدي تمام قول له انت وما تنسوناش بقى من شويه الحاجات الكتير قوي اللي بيقعدوا يقولوا عادي وشير وسبسكرايب ولايك للبيج على الفيسبوك وفعل الجرس اكيد اهم حاجه الجرس اكيد كان معاكم مجدي مدحت مش ريفيورز تسقيف شكرا فركش